الاحتياطات الواجبة للوقاية من انفلونزا الطيور. 1- خصص مدخل واحد بس للأفراد والمعدات والسيارات. 2- امنع دخول أي أفراد أو معدات للمزرعة إلا للضرورة. 3- نظف السيارات وطهرها كويس، وخصوصا العجلات بتاعتها قبل دخولها. 4- جهز الملابس الواقية والأحذية النظيفة لكل الزوار. 5- ابني مخازن المزرعة جنب السور علشان تقلل دخول السيارات إلى وسط المزرعة قدر الإمكان. 6- قلل عدد العمال في كل عنبر وامنع حركتهم من عنبر للتاني، ولازم العمال يستخدموا الملابس والأحذية الواقية الخاصة بالعنبر. 7- امنع على قد ما تقدر انك تستلف او تبدل اي ادوات او معدات مع اي مزرعة، ولو اضطريت انك تاخد اي ادوات من مزرعة للتانية نظفها وطهرها كويس قبل وبعد الاستخدام. 8- لا تشتري ولا تبيع اي طيور من مزرعة مصابة، ولو اشتبهت في اي اصابة بلغ في اقرب ادارة بيطرية.